بما اننا داخلين على موسم التنظيف ودايما بنتعب قوي من مسح الارض واننا بنوطي، جمعت لكم الفيديو بتاع الملمعه هي منين وبكام وكل الاسئله اللي انتوا سالتوها لي على الملمعه وعلى مسح الارض عموما، طريقه استخدامها وفكها وتركيبها وبتتباع فين. ولو لسه مسح الارض وتنظيف الارض بيسبب لك مشكله يبقى لازم تسمعي الفيديو ده. بس قبل ما ابدا الفيديو احب ارحب بكل المشتركين الجداد واقول لهم نورتوني جدا. ولو انت اول مره تشوفيني في الفيديو ده دوسي على سبسكرايب اللي تحت الفيديو، الزرار الاحمر كلمه اشتراك، وفعلي علامه الجرس اللي جنبها على الكل علشان يوصلك مني كل فيديو جديد. ولو عجبك الفيديو ده وحاسه ان انت استفدتي منه حطي لايك. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناتي. الفيديو النهاردة بناء على طلب متابعة جميلة قالت لي ورينا بتنظفي الأرض بإيه وتمسحيها بإيه. فالفيديو النهاردة ريفيو عن الملمعة بتاعتي، وهقول لكم طريقة فكها وتركيبها وطريقة استخدامها وأنا جبت لها كام غيار ليها، وكمان هوريكم عملي أنا بستخدمها إزاي. مرضتش أخلي الفيديو نظري خالص، فهوريكم في بقية الفيديو أنا إزاي بستخدمها وإزاي بغسلها كمان. اوريكم دلوقتي طريقه الفك بتاعتها، بنضغط على الزرار الاحمر ده فبتتفك بالشكل ده ونطلعها بمنتهى السهوله من الكفر اللي هي متركبه فيه. طريقه التركيب بتاعتها بقى برضو بنفس الطريقه، وهي مفكوكه كده بندخلها الاطراف بتاعتها في الاجزاء اللي موجوده دي اللي في الجناب، وبعدين نضغط بقى على زراير السمره دي علشان نثبتها كويس ما تتفكش مننا واحنا بننظف بيها. بندخلها كده، لازم طبعا تكون مفكوكه وانت بتدخليها، وبعدين تضغطي على الجزء الاسمر ده فكده خلاص بتكون اتركبت وتقدري تستخدميها بمنتهى السهوله. الماركه بتاعتها فيليدا، الماركه طبعا حلوه جدا، هي ايطالي كمان. هي الملمعه انا اشتريتها بالكفر ده اللي هو اللبني ده مايكرو فايبر، وجبت لها كمان الغيار اللي متركب فيها ده، حلو قوي ده في تنشيف الارض. وهقول لكم بستخدم انهي الاول عشان تكون فعاله وما تدوخكيش كمان. ده كده عبارة عن خيوط كده، بس الخامة بتاعتها حلوة جدا الاتنين، الكفر ده والكفر اللبني اللي هي جاية بيه الاتنين نفس الماركة بتاعت اللي هي الملمعة نفسها، ايطالي برضو. انما الجزء ده كده انا شارياه لوحده يعني غيار تاني مايكرو فايبر برضو، بس مش نفس الماركة بتاعت الملمعة والكفرين التانيين. العصاية بتاعتها بتتفك بمنتهى السهولة وبتتربط برضو بسهولة جدا، والجزء بتاعها المتحرك اللي بيخليكي تحركيها في كل الاتجاهات بيتحرك معاكي بمنتهى السهولة في كل الزوايا وكل الاتجاهات، لين جدا وسهل قوي. دلوقتي بقى هوريكم طريقة استخدامي ليها. عموما لما بتيجي تمسحي الارض مهم قوي انك تشيلي التراب كله من الارض الاول، يا تكنسي بالمكنسه العاديه وبعدين تشفطي الارض بالمكنسه عشان ما يكونش فيها اي شعر ولا تراب صغير يدوخك وانت بتمسحي. فانا كنست كل المكان اللي انا عايزه انضفه، هجرب معاكم في الاوضه الاول واوريكم وانا مسحاها، وفي الصاله هوريكم وهي مش ممسوحه خالص وهلمع على التراب وهوريكم شكلها عامل ازاي. انا قلت اخلي الفيديو ده كده عملي علشان تقدروا تستفيدوا باكتر معلومات عنها، عشان لو حد عايز يشتريها وهو عارف استخداماتها ازاي. فانا شفطت كل الارض كده من مكنسه الكهرباء، وبعدين جبت بقى جردل حطيت فيه شويه من الكلور على شويه من الجنرال ملمع الارضيات على الميه، وحطيتهم في جردل كده واخدتهم بقى معايا هما والملمعه في الاوضه. اول حاجه هعملها ان انا همسح الارض تلميع على السريع كده الاول بميه زياده شويه، هكب شويه من الميه اللي انا عملتها دي في الارض، وانا ركبت الجزء اللي هو المايكرو فايبر ده واضح وصريح ومفيهوش اي شراشيب يجي فيها خيوط او شعر او اي حاجه. فاكتر حاجه حلوه جدا في بدايه التلميع قبل ما تنشفي وتجففي هو الجزء ده، افضل من اللي فيها شعر وخيوط كتير. هكب كده شويه من المسحوق اللي انا عملته ده الميه على الجنرال على الكلور، وهبتدي اوزعه على الارض.
مش مشكلة تلاقي مية زيادة في الأرض، مش مشكلة، بس انتي هتعتبري بتوزعي كمية من المسحوق والمية على الأرض، فتضمني نظافة أكتر من ان انتي بتلمعي بس. فهبتدي أوزع الجزء بتاع المية اللي أنا كبيته ده بمنتهى السهولة في الأوضة. طبعا هي سهلة جدا في المسكة بتاعتها وبتروح في كل الاتجاهات، فبصراحة مريحة جدا. تقدر كمان تدخل تحت الدولاب، تحت السراحة، لو في عندك حتى تحت الانتريه، بتدخل تحت الاماكن الرفيعة جدا وتجيب التراب اللي تحت بمنتهى السهولة. فانا خدت شوية مية اللي عملت بيهم الاول دول، لمعت بيهم كل الاوضة على السرير الاول، كمان ورا السراحة وورا التلفزيون، وشديت كل حاجة من مكانها ولمعت بالمية اللي انا حطيتها في الاول في الارض. هوريكم بقى شكلها بعد التلميع الاول. ده شكلها، لان انا طبعا كنست الارض ومشفطاها كويس جدا بالمكنسة، فما فيهاش اي تراب، يا دوب كان تلميع بس. فده بقى شكلها، طبعا هي نظيفة برده مش متوسخة ولا اي حاجة. فهاخدها دلوقتي اغسلها في الحمام اشطفها، وبعدين نرجع تاني نكمل. هعصرها كويس جدا واخدها بقى لفة سريعة كده اجفف اللي انا عملته في الارض ده، وبكده اكون خلصت الأوضة. بصراحة ما خدتش معايا وقت خالص، وقت التركيب بتاعها والفك بتاعها سهل جدا، مش متعب ابدا. كده خلاص انا خلصت الاوضه اللي انا كنستها ولمعتها طبعا، وشايفين شكل الفوطه بعد التلميع كان عامل ازاي، ما كانش متبهدل ولا حاجه. طيب لو انت بقى، انا جربت مكان انا مش مسحاه ولا كنساه الاول ولا مشفطه التراب منه، عشان اوريكم قد ايه هي لو جه فيها كميه تراب كبيره جدا وانت لمعتي بيها الارض والارض مش ممسوحه ولا مكنوسه، لانها تنزل الاتربه والاوساخ اللي فيها بمنتهى السهوله بالميه بس، حتى من غير ما تستخدمي حتى ايديكي، بمنتهى السهوله بتنزل منها، شايفين؟ فطبعا الخامه بتاعتها مش اي كلام، يعني هي لما تكون جايبه الحاجه ماركه بتكون حلوه جدا وسهله معاكي في الاستخدام وبتريحك. فطبعا حتى لو انتي مش ملمعه الارض ومش كنساها وعايزه تمسحي على طول، برده مفيش اي مشكله، هتجيبي التراب طبعا مش بتبهدل ولا تبحتر التراب ولا تنطوره في اماكن كتير، لا خالص. عملت طبعا اللي انا عملته في الاوضه، عملته تاني في الصاله، لمعت تلميعه سريعه الاول قبل ما اكب الميه بالكلور بالجنرال، ودي كانت النتيجه في التلميعه الاولى. فكيتها طبعا بسهوله ورحت غسلتها. ودلوقتي هكب بقى شويه من الميه واوزع بالملمعه كده بتاعتي في كل مكان في الريسبشن. الحركة دي حلوة للناس اللي بتحبش تلمع بس كده، بتحب تدلدق مية وتكب مية في الأرض، حلوة جدا لأنها بتوزع المية بطريقة حلوة قوي كمان، وانتي بتلمعي الأرض مش بتخلي فيه كمية مية كتيرة، بتمتص المية وتحسي ان انتي لمعتي ومسحتي الأرض وكبتي كمية كبيرة من المية، فتحسي ان انتي لمعتي ونضفتي كويس. عملت ريسبشن كله بالطريقة دي كده. ودلوقتي بقى لما حطيت ميه كتير، جه دور بقى الكفر التاني اللي انا هجفف بيه الارض. هركب بقى الكفر التاني اللي هو فيه الخيوط ده، وابتدي المع الارض بمنتهى السهوله بعد ما شلت التراب وحطيت بقى كل اللي انا عاوزاه في الارض. تحطي معطر، تحطي بقى مسحوق اللي انت عاوزاه. هركب بقى الكفر التاني بتاعها ده وابتدي المع بمنتهى السهوله. يعني كل اللي انت هتعمليه ان انت هتاخدي لفه في الارض الاول بالكفر الاولاني وتشيلي بيه كل التراب، وبعدين تلمعي تلميعة سريعة وتجففي بالكفر التاني، وبتكون عندك الأرض زي الفل. عايزة أقول لكم إن أنا عاملة الكلام ده من 3 أيام، لحد النهاردة السيراميك كله بيلمع وما جابش عليه تراب كتير خالص زي قبل كده لما كنت بمسح بأي حاجة عادية. بصراحة هي مختلفة وفرق كتير جدا. كمان بتقدري تستخدمي كلور في الأرض من غير ما إيدك تتبهدل ولا تكوني تمسكي حاجة عمالة تعصري فيها بقى وتبهدلك إيديكي. فهي بصراحة حلوة جدا. كمان بقى اللي عجبني فيها قوي طريقة الغسيل بتاعتها سهلة جدا. فكيت الكفر التاني اللي انا جففت بيه الارض واخدتهم هما الاتنين تحت المية، وابتديت اواجه عليهم كده المية بمنتهى السهولة، نزلت منهم كل الاوساخ والخيوط والشعر اللي كانت موجودة فيهم، وشوية كلور على شوية جنرال حطيت فيهم
الكفر ونقعتهم كويس، وبعدين دعكتهم على السريع كده. هما برضو بينزل منهم اي حاجة بعلقة بسرعة جدا. وبصراحة هما الميكروفايبر عموما بيبقى جاذب لذرات التراب، فبيلم لك الأتربة بطريقة سريعة جدا. حطيتهم يتصفوا كده، وبعدين هنشرهم ينشفوا عادي جدا بالطريقة العادية في البلكونة. وبعدين تقدري تستخدميها في اي وقت تحبيه من غير ما توطي وظهرك يوجعك، ولا كمان تستخدمي بقى حاجات وتفضلي تعصري. عايزه اقول لكم ان انا لما ببدا تلميع مش ببدا فيها شراشيب دي، علشان ما تلمش معايا التراب او شعر او خيوط وتتعبني في التنظيف. انما الواضحه الصريحه المايكروفايبر دي سهله جدا في التنظيف ومش متعبه خالص. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وانصحكم بالملمعه دي افضل كتير قوي من اللي هي اللي فيها بخاخ، لان البخاخ بيبوظ بسرعه جدا، فبتقدري تستخدميها ملمعه عاديه برضو. صفحه القناه على الفيسبوك جالي اسئله كتير جدا على انا شارياها منين وهي بكام. مبدئيا كده هقول لكم الفيديو ده الاسئله اللي انتوا سالتوها على الملمعه، كمان هقول لكم تشتري الملمعه دي ولا الممسحه التانيه اللي هي بالجردل. اولا كده انا اشتريت العصايه بتاعت الملمعه نفسها معاها الكفر ده، كان معاها يعني راكب فيها ب 329 جنيه. انا اشتريتها من كارفور وهي موجوده، لقيتها نفس الملمعه بنفس الماركه اللي هي فليدا برضو في فتح الله. اشتريت لها الغيار ده اللي هو الابيض ده برضو نفس الماركه ايطالي، فطبعا كان غالي شويه، نفس الماركه بتاعت العصايه نفسها. فكان الكفر الابيض ده جبته غيار ليها كان عامل 199 جنيه، بس هو بيلمع حلو جدا وبينشف كويس الارض ويخليها فتره طويله بتفضل بتلمع. كمان الكفر المايكرو فايبر ده هو ده اللي جاي راكب مع الملمعه نفسها، والتاني ده اشتريته غيار. وبعد كده لقيت الغيار ده اللي هو القماش المايكرو فايبر برده، ده طبعا القماش ده حلو جدا، الخامه دي بتجذب كده التراب، حتى انا بستخدم جوانتيات التنظيف اللي نفس الشكل ده بشراشيب كده بينظف معايا حلو جدا. ففضلت ان انا اشتري كمان الغيار ده علشان بيريحني جدا وبيلم كل التراب في الارض. الغيار ده كان ب 109، ده مش ماركه ولا حاجه، ده شبه زي كده الملمعات اللي تتباع كده في الاسواق وفي محلات الادوات المنزليه اللي هي بتبقى تقليد، بتبقى عامله حوالي 90 جنيه او 80 جنيه، هو ده الكفر بتاعها. شغاله برضو حلوه، ولو لقيتيها اشتريها هتسعفك كتير في مسح الارض ومش هتتعبك. طيب نيجي بقى للحاجه الثانيه، لما نيجي نشتري حاجه نمسح بيها الارض، نشتري الملمعه دي ولا نشتري الموب بالجردل ده؟ طبعا دي سيئه جدا جدا جدا، وكانت تجربتي معاها في المرتين اللي اشتريتهم وحشه بجد. اول مره من 4 سنين اشتريت الجردل بالشرشوبه دي كان ب 300 جنيه، فطبعا ما كانش رخيص يعني. طبعا الايد بعد سنه واحده اتكسرت، فطبعا باظ، زائد طبعا ان هي بتبهدل مش بتنظف. انت بعد كذا استعمال كده، هي دي بس عشان كانت جديده قبل ما الايد بتاعتي تتكسر ما كنتش استخدمتها ففضلت عندي. بنركب كده الجزء ده في البلاستيك ده في الايد من تحت، مسافه بس ما بتستعمليها كده فتره قليله جدا بتلاقيها اسودت وبقت تعمل ريحه كمكمه، وتيجي وتتملي شعر وخيوط من الارض وتراب مهما تغسلي فيها ما بتنضفش بصراحه، وبتفضل عامله ريحه كمكمه في الارض كل ما تمسحي بيها لو ما اهتمتيش بيها بتبهدلك الدنيا. فانا بصراحه ما فضلتهاش خالص، ولكني بعد ما اتكسرت اللي هي العصايه بتاعت الجردل بتاعي بعدها بسنتين اشتريت واحده تانية اللي هي بتعصري بيها الشرشوبه دي اوتوماتيك كده بالرجل، كانت ب 500 جنيه، يعني ما كانتش رخيصه. برضو بعد فتره اليد بتاعتها اتكسرت، زائد ان هي كانت قرفاني ومضايقاني جدا، قررت ان انا خلاص مش هشتريها بعد كده. وبعدين لما لقيت الملمعه دي وجربتها عجبتني جدا جدا، فقلت انقل لكم تجربتي فيها، ما تستغلوهاش خالص، هي هتريحك لو جربتيها تعرفي ان ثمنها فيها بجد. بلاش الشرشوبه دي او الموب دي، وحشه جدا ما تستخدميهاش خالص. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ورديت على الاسئله بتاعتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، واي سؤال انا تحت امركم، والسلام عليكم.